القرية الآمنة اللي تحتمي بالقانون وتحترم القانون، هاي القرية اللي يدعون هاي قرية إرهابية. زين، هاي القرية مسالمة، وأي شيء ما عندها ودخلوا عليها، دخلوا عليها قوانا ما عندهم، مجردين بسلاح ويحترمون القانون ويحترمون الجيش ويحترمون السلطة. زين، وإحنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الاعتداء لا صاير ولا مبتدئ، مستحيل من صارت الدنيا. زين، والببالي هم جيراننا، وهسه علني دي النشر مالهم، دي يقولون احنا قمنا بال زين. فليش يعني احنا جيران وولد منطقه ورابين سوا؟ زين، واخويا مدير مستوصف يمهم. زين، يعني شنو اللي صار؟ شنو اللي صار يدخلون هيك ناس على نسوان ويقتلوها؟ ليش؟ شنو اللي صار؟ يعني هاي القريه داعش؟ هاي القرية وين الداعش؟ أنا خال حجي صلاح، مجاهد خال حجي صلاح وخال راسم. زين، احنا 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 داعش؟ احنا نقدم انفسنا للدولة، احنا اهل الدولة، اهل القانون. زين، ونحترم القانون. قتل النساء، يقتلون النساء باسم الحشد، دخلوا مسلحين باسم الحشد. زين، احنا نقول الله سبحانه وتعالى ناعم علينا بهاي النعمة الفضيلة، واحنا ما نقبل اي واحد يعتدي على جاره. والبهاد اليوسف عندهم 7 بيوت هنايا بنص القريه، بنحترمهم ونبات سوا او نطلع سوا ونروح للسليمانيه اني ويا ابن حجي ثامر، يروح وياي بسيارتي وشهر واربع ايام ثلاث ايام نفذيها بالسليمانيه انا وياه. زين، خوان وناكل ونشرب سوا. ليش يعني؟ شنو الاثبات اللي علينا؟ اي اثبات يقدمون علينا؟ دزينا لهم قلنا لهم اي اثبات يصير علينا احنا حاضرين واحنا مستعدين، ارقابنا ارفع من شعره. الببالي جيراننا واحنا ما بادي من عندنا سوء. ولحد هاي اللحظه احنا اذا علينا اثبات هاي الجهات الامنيه، زين، والسيد المحافظ، سيد قائد الشرطه، قلت لهم نريد اي اثبات عتشي يا لبعين متورطين بهذا قتل الزلم. زين، زين، ليش يعني احنا تألمنا على 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 قتلاهم وتأذينا وقتلاهم ناس ابرياء واصحابنا واصدقائنا وناكل بمعون واحد. زين، وكنا انا وهذا الولد اللي استشهد الله يرحمه عقيل، انا ويا بتش جايله كان مريض، عندنا مريض اخو نهاد. زين، وجينا بثمانية بالليل انا ويا نتعلل. زين، حتى سلاح مو حاملين. عقيل نفسه اللي انقتل بالببالي كان يتعلل بالتجاله الساعه 8 بالليل. اسمعوا يا ناس، هم اتهمونا بقتل عقيل، انا وياه نتعلل واثبت لك هذا الحكي، اثبت لك اياه على الشهود. واكو ناس موجوده واحنا ما نعمي اذونا. ليش؟ احنا ناس جيران وهاي القريه كلها، هاي القريه ارهاب؟ وين الارهاب؟ احنا كنا ضد الارهاب. استاذ، احنا خدمات ما عندنا، مي وسول ما عندنا، مي هذا المشروع مالتنا، شوفه كلية صار نفايات. العالم ذي بيوسخ ليش؟ مي ماكو، يريد مي غسل ما عندنا، خدمات ما عندنا. عم احنا ناس فقرة، لا بيها لا عليها. العالم جت تداورت علينا وقامت تسوي لنا هيك مشاكل، عم احنا لا بيها ولا عليها. احنا طالب بسيد الوزير لازم يحضر يحل هالمشكلة. عم المشكلة مو مشكلة عشائرية، عم جت فيها طائفية سوت هالعمل. نطالب السيد الوزير لازم يحضر حلال مشكلتنا. خدمات ما عندنا، كل شيء ما عندنا. وين عايشين؟ مو عايشين بالعراق؟ ليش الخيرات مال العراق ليله؟ خليج المحافظ، خليه يشوف، يعني ما جاي يشوف المحافظ، ما يعني ما يغسل ماكو، الله يرضاها، تبليط ماكو، كل شيء ماكو. عم والله كل شيء ما عندنا، عم احنا ناس فقره، ما عندنا بس رب العالمين.
يعني شنو ذنب هالعالم راحت بيها البارحه؟ هم ناس كفيكم الله ناس يعني سقاطاع مرضى، شنو ذنبه هذه؟ شنو ذنبه هذا اللي اخذوه هناك يتصلون ابي الشيخ خالص رشيد يقول لهم تعالوا خذوه، يروحون يقولون ذابحين ذبح، هذا يا سلام يقبلها. منطقه منكوبه خدميه كل شيء ما بيها، كل شيء ما بيها يجاسون بها هالعمل يا عمي. هاي القريه مثل ما شفت، مثل ما جولت ومثل ما شافت القوات الامنيه وممثلين مجلس النواب، هي قريه زراعيه كل اللي بيها مستوصف شبه مستوصف، ومدرسة واحدة هي مدرسة ابتدائية ومتوسطة. أغلب سكان هاي المدرسة هم حملوا شهادات عليا من شهادة الدكتوراه والماجستير وموظفين دوائر الدولة مختلفة. مثل ما شفت وعلى كل الأحداث اللي صارت، القرية هي قرية مجردة من السلاح، والدليل على هذا تم الاعتداء عليها في وضح النهار وقتل ناس أبرياء عزل، اثنان منهم معوقين، وقتل اثنين نساء وطفل، وطور الأمر ولم يجد توجد أي مواجهة من قبل المهاجمين. لو كان موجود سلاح ولو كان مثل ما تصير هذه الاتهامات موجودة، ما كان أي مهاجم من اللي وصلوا طلع يمشي على رجله. الاعتداء صار بتغطية من الحكومة بناس تحمل هويات الحكومة وبسلاح الحكومة. توجد حماية من الشرطة والجيش لم تقم بواجبها، لا بل تم الاعتداء عليها، وهذا ما يثبت أن المهاجمين ناس تحمل صفات مسمى أو غير مسمى، ولكن شاءت الأقدار أن يكون أحد النجاة يعترف بأسماء وعناوين المنفذين. بالأيام السابقة نشوف أنه أكو توجه من الحكومة بكشف الجنات واعتقالهم، نأمل أن هذا ما يكون عبارة عن درع الرماد في العيون. ومثل ما أشوف يعني الإعلام ما يسلط الضوء على المشكلة بشكل صحيح، وده يذللها ويحولها إلى نزاع عشائري. توجد صلة قربة بين قرية التيالي وقرية البوبالي، بالإضافة إلى أن هم أصلاً أكو سكن مشترك، يعني طلابهم بالمدارس اللي عندنا سكناهم في منتصف القرية، بالإضافة إلى القرية المجاورة اللي هم فيها. أكو توجه، أكو سياسة، أكو فد شيء أو فد فعل غير معلوم بتوجيه الإعلام إلى أنه المشكلة مشكلة عشائرية، وكأنه المشاكل العشائرية شيء مباح. الموضوع مو شيء مباح ولا هو نزاع عشائري مثل ما تصور الإعلام، الموضوع عبارة عن إرهاب بحت. مهاجمين مجرمين يدخلون إلى قرية آمنة، يقتلون ناس عزل بسلاح وتحت غطاء الدولة، سواء كانت الدولة تعرف أو الدولة ما تعرف باعترافهم. صار حادث 19/12/2022، حادث إرهابي، وإحنا ندين هذا الحادث اللي صار.
على قرية مجاورة. بناء على هذا الحادث اعتقلوا عدد من أشخاص من عشيرتنا، قسم أطلق سراحهم، وقسم حاليا لحد هذا التاريخ من 19/12 لحد هذا التاريخ هم بالسجون، رغم تدوين أقوالهم ابتدائي وقضائي وعدم وجود أي أدلة، عدم وجود مشتكى عليهم، لكن القضاء لحد الآن ما دا يفرج عنهم. كل الأجهزة الأمنية أشارت بأنهم هم أبرياء، إضافة لدول الثمانية المعتقلين أكو اثنين مختطفين، دول اثنين مختطفين من 19/12 ولحد هذا التاريخ ما نعرف عنهم وين، مغيبين دول أبرياء وما خلينا مكان دورنا عليهم ما لقيناهم. إضافة لهذا، هذا الحادث اللي حاليا هسه احنا واقفين مجموعين من أجله، ناس أبرياء مسالمين مزارعهم حقولهم على باب رزقهم، جت مجموعة مسلحة خارجة عن القانون تحت ستار، تحت ستار ما نريد احنا نقول هذا الستار، قتلت هاي المجموعة ناس أبرياء، نساء، أطفال، معوقين، رجال، من ضمنهم شخص اختطف وأخذوه للقرية. صار اتصال مع شيخ القرية، وشيخ القرية اعترف بأنه موجود راح يعيده، راح يرجعه، لكن بعد أن دزينا أشخاص ليجيبوه لقوه مقتول، مذبوح ذبح. فهل يعقل أن يؤخذ شخص سواء كان أسير أو مختطف، لا بالأعراف لا بالعشائرية ولا بالقبلية ولا بالشرع ولا بأي سنة من سنة الله سبحانه وتعالى، يصير يأخذون واحد يذبحوه يذبوه بعد أن اعترفوا بأنه موجود يمهم؟ حقيقة نستنكر هذا اللي صار من قبيلة العزة، على قبيلة العزة قرية الشيايلة اللي تابع القضاء الخالص، موضوع ميليشيا خارج عن القانون، مو كما ادعى الإعلام وجزء من القطاعات الأمنية ادعوا أنه نزاع عشائري. أي نزاع عشائري؟ إحنا ما عندنا، وكل العشائر هم ولد حمايل القبائل العراقية. وأني أتذكر أنه هن علمونا أنه العوجة نعدلها والفاينة ما نطبيها. كل العشائر العراقية تمتلك العوايد، تمتلك العادات والتقاليد والمبادئ، هذا الفعل ما تسلك أي قبيلة ولا أي نهج. الموضوع موضوع مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، كتلة الطفل وذبحة المرأة وذبحة الناس المسالمة، ناس عايشة على زرعها الساعة بالوحدة الظهر، ما هجسنا إلا ما يقارب 50 أو أكثر ناس مسلحة، الناس فالحة بخضرها وذبحوهم، المرأة كتلوها. آخر شيء حتى تواصلنا مع شيخهم بحضور شيوخ العشائر انه واحد خاطفينه وياهم قال موجود، تفاجئنا انه ذابحينه نص ذبح. شنو هالوحشيه هاي؟ شنو هالحقد هذا؟ شنو هالغل هذا؟ ليش؟ شنو اللي سوته هاي القريه؟ شنو اللي سوته؟ هل هم ارهاب؟ لا. هل هم بعثيه؟ لا. اذا قريه مسالمه ليش تسوون هيك؟ السبب واضح والمجتمع يعلمه، واحنا بالنسبه لنا ناشدنا وطالبنا انه هذه فتنه، ويجب ان يدخل رئيس مجلس الوزراء ونحمل كافه المسؤوليه، لانه ذولا المجاميع اللي خارجه عن القانون دخلت، وقطعات القوات الامنيه موجوده، وذبحوا ولدنا وذبحوا ناسنا وكتلوا الاطفال وكتلوا النساء وكتلوا الرجال بوضوح الشمس، دنيا الصبح لا ليل، على مود نقول. وكذلك مجاميع إرهابية. فأي موضوع يخص العشائر مثل ما ادعت بعض القنوات وبعض الناس أنه موضوع عشائري، مستحيل. أي جبيل ما عدنا، أي مشكلة لا من قريب ولا من بعيد عدنا صارت عدهم فواتح، إحنا ما نعرف أي شيء، يعني ماكو فد مسبق حادثة على مود نعرف ليش هذا صار. داعش يذبح، داعش ينحر، داعش يقتل، داعش يهجر، نفس نظام وأساليب داعش صارت. فإحنا نطالب دولة رئيس مجلس الوزراء
ونطالب القائمين على الحكومة العراقية أن يحضروا وأن يتدخلوا فورا بهذا الموضوع، وإلا شيل دماء ما بعد ما وصلت حدها. يعني احنا بالنسبة لنا ما طالبنا السياسيين العراقيين، لأن السياسيين احنا مغسلين ايدينا منهم اتعبونا. احنا طالبنا دولة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، ونطلب ايضا معالي وزير الداخلية، ونطلب ايضا كل العراقيين اللي يمتلكون غيرة ان يحضروا ويشوفوا هذه الحادثة الشنيعة، الحادثة اللي 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 ايش قد عندنا اجرام صار بالعراق، والله ما صارت مثلها ابدا. موضوع ديالة موضوع كل الصعب، يجب التدخل به ويجب وقف الدم. يا أخي إحنا ناس مسالمين، ناس مادين إيدينا للصلح، تعبنا يعني إلى متى ننطي دماء، إلى متى ننطي شهداء، إلى متى نتهجر، وين يعني، والتالي شنو التالي؟ أنا أسأل الحكومة والقائمين على هاي الدولة، إلى متى يعني بزعنا ملينا؟ لا داعش ذبوها بينا، قاعدة جاء ذبوها بينا، المال يقول الصفة ذبوا بعثي، والمال حق بالبعثي ذبوا إيه. كافي يا عمي كافي. أول ناس قاتلت الإرهاب إحنا قبيلة العزة، وأول ناس ضحت إحنا، وأول ناس انطينا شهداء إحنا، والنوب بعد هذا كله تجي علينا جهات مسلحة تقتل أبنائنا. ما يرهم هذا العمل عمي، ما يرهم، ما يرهم. يعني شون شو نسوي يعني؟ مثلا هذا الموضوع يجب أن يحسم من قبل رئيس مجلس الوزراء، يجب أن يحسم. وهاي الناس شنو ذنبها؟ عوائل، عائلة بأكملها بادوها. هذا الرجل هذا تعال تفضل، ضعيف حال عائلته كلها ذبحوها. هاك هاك تفضل، أخوته اثنينهم سقط، مرجلة تقتل السقيطة وتذبح المرأة، مرجلة هي هاي مرجلة. تفضل عمي، احنا عندنا رحمة، لا تذبونها بخمة العشائر. القبائل العراقية قبائل أصيلة، وولد حمولة ما يسوون اللي سوته هاي المجاميع الخارج عن القانون. قبائل شفنا نزاعات عشائرية بكل المحافظات، لكن ما يضربون مرأة، ما يذبحون طفل، ما يجون على واحد سقيطة يذبحونه، اثنين منهم سقاط لا ايد ولا رجل ذبحوهم. والأسير يمثلون به، والأسير خابرناهم قالوا موجود، ذبحوا ذبح نص ذبح عمي، ونطالب بإلقاء القبض على خالص الرشيد اللي هو أول قائد. المطالب واضحة أمام الرأي العام، وإحنا بالنسبة إن يجب أن يتدخل القائد العام للقوات المسلحة شخصيا، لأن الموضوع أكبر مني ومنك، ويجب الجنات تسليمهم، وكل من شارك هو ما يقارب 50 واحد داخل أبو حرب الشوارع. ماكو هيك شيء، ماكو هيك فوضى، يجب أن يتدخل. شنو ذنب هاي العالم؟ شنو ذنبها؟ عوائل بأكملها طفت من 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 أجل شنو؟ من أجل شنو؟ شنو النتيجة؟ غير نريد نعرف، غير نريد سياسي يطلع يقول يابا، غير نريد نطلع شخص يقول يابا صار الموضوع من أجل فد شيء معين. كافي وصلت حدها. قبلها نفسهم ذولا نفذوا خطفوا شخصين من هاي القرية، ولا حد الآن الشخصين قبل ذول التسعة، تسعة أو ثمانية، تسعة قبل ذول التسعة تم خطف اثنين وثمانية بالسجن، ساموهم عليهم بفلوس، والحد الآن الاثنين ما حد يندلهم. يابا شنو الفيلم؟ غير نريد نفتهم، ننتظر الرد بعد هذه. شنو اللي راح نشوفه؟ شنو اللي راح نشوفه على أرض الواقع؟ شلون نقدر نسكت ولدنا ونسكت أحبابنا على أنه هذا الدم يعني اكو 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 قصاص له؟ فننتظر هذه النتيجه. شتريد.